بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج ترند. حلقة بالتأكيد جاية قبل ساعات قليلة، خلاص العد التنازلي لمباراة القمة بين الزمالك والأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا. باقي من الزمن 96 ساعة على هذه المباراة وهذه الموقعة، بالتأكيد اللي كل أنحاء القارة الإفريقية والجماهير الكرة المصرية في مصر وفي الوطن العربي بينتظروا هذا الحدث الكبير. مباراة كبيرة الكل بينتظرها، وإن شاء الله بإذن الله عنوان المرحلة الجاية تفائلوا بالخير تجدوه. حلقة النهاردة فيها تفاصيل مهمة جدا، لكن بالتأكيد نبدأ بأهم شيء وطبعا الرسالة المهمة اللي تتوجه في هذه اللحظات من جماهير النادي الأهلي. شاركونا من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، وجه رسالتك للاعبي الأهلي قبل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا. شاركونا من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام. وفي الفقرة الأخيرة هنعرض كل مشاركاتكم والرسالة الإيجابية اللي بالتأكيد هتصل لكل لاعب ولكل عضو في الجهاز الفني قبل هذه المباراة الكبيرة. لكن ندخل في عناوين الحلقة وثلاثة ترندات مهمة بالنسبة للمرحلة الجاية في حلقة النهاردة. في ترند الأهلي، سلبية المسحة الطبية للاعب الأهلي في المعسكر، وكمان في ترند الأهلي إقامة النهائي الإفريقي بدون جماهير. وفي الترند العالمي، عودة الجماهير للدوري الإنجليزي.